تعديل الدستور، حديث عن مصالحة داخل جبهة التحرير. قانون الصحة الجديد وفي الرياضة، الكاف تحسم اليوم في هوية مستضيف كان 2017. فيما إقليميا، طهران تعول على الجزائر لوقف عاصفة الحزم. أبرز ما تناولته الصحف الوطنية الصادرة لنهار اليوم الأربعاء 8 أبريل 2015. ليبرتي تساءلت على صدر صفحتها الأولى: تعديل الدستور، ماذا يحتوي التقرير النهائي المفصل؟ وهو ما أجابت عنه جريدة الحياة في صفحتها الأولى حين عنونت: الشيء الجديد في مشروع الدستور، العهدة الرئاسية من فترتين والرئيس يحتفظ بجميع صلاحياته ولا وجود لمنصب نائب الرئيس. حيث أكدت مصادر إعلامية أن الوثيقة الدستورية المرتقب تعديلها في الأيام المقبلة لا تتضمن إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية، مؤكدة أن الوثيقة الأسمى في البلاد والتي انتهى مدير ديوان الرئاسة أحمد يحيى من مشاوراتها نهاية السنة المنصرمة لا تختلف كثيرا عن سابقتها، والتي قاد مشاورتها رئيس مجلس الأمة وزعيم الأرندي عبد القادر بن صالح. في موضوع منفصل، أفادت الحوار في منشئتها: حديث عن مصالحة داخل جبهة التحرير والفرقاء يرحبون، فيما النميمة تفتك بالحزب العتيد، حيث جدد المكلف بالإعلام على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني سعيد محجة في تصريح للحوار دعوته لمن سماهم بالغاضبين على الحوار والمصالحة في إطار شرعية، محذرا في الوقت نفسه من الوقوع في فخ المغالطة باعتبار القيادة الحالية وعلى رأسها عمار سعداني معترف بها من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية. من جهتها، حاورت جريدة البلاد الهاشمي سحنوني الذي صرح لها حسن حطاب حر طليق، حيث أكد الشيخ الهاشمي سحنوني القيادي السابق في حزب الفيس المنحل والذي كان ضيف حصة بوضوح لهذا الأسبوع، أن حسن حطاب الأمير السابق لتنظيم ما كان يسمى بالدعوة السلفية للجهاد والقتال هو الآن حر طليق بمنزله ببرخادم بالعاصمة، مضيفا في أن حطاب الذي استفاد من إجراءات العفو والمصالحة رفعت عنه الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه من قبل السلطات. وأضاف ضيف بوضوح أنه البارحة فقط كان يتحدث معه هاتفيا بعدما كان أحد أفراد عائلته يعاني من وعكة صحية. سحنوني قال إن حطاب مثله مثل بقية الأمراء الذين كانوا في الجبل حاد نوعا ما، إلا أنه أفضلهم من حيث تقبل النصيحة، خاصة عندما تقول له قال الله وقال الرسول. فيما أضاف سحنوني أن كل زعماء الأحزاب الإسلامية يتعاملون مع المخابرات بمن في ذلك عباسي وبالحاج وجبل الله. في ملف الذاكرة التاريخية عنوانة الخبر: فرنسيون يطالبون أولوند بالاعتراف بجرائم 8 ماي 1945، وسكان ضحية بباريس يريدون فتح أرشيف الأحداث. حيث تمكنت جمعية ثقافية فرنسية مهتمة بالتاريخ من جمع مئات التوقيعات من مواطنين فرنسيين يطالبون في لائحة أولوند بالاعتراف بجرائم الإبادة التي اقترفها المستعمر الفرنسي في الشرق الجزائري في 8 ماي 1945. وأعلنت الجمعية أن الهدف هو بلوغ 10,000 توقيع لدفع الحكومة إلى الاعتراف بهذه المجازر الرهيبة. عن قانون الصحة الجديد، أفادت الفجر أن أكثر من 9,000 متربص في الشبه الطبي يتخرجون نجوان المقبل ويوجهون للجنوب. هذا وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف أن قانون الصحة الجديد والذي انبثق عن توصية جلسات المهنيين سيطرح قريبا على مجلس الحكومة. كما يتضمن القانون الجديد 480 مادة قابلة للزيادة وتسعة أبواب. وأضافت البلاد فتح وحدات للعلاج الكيميائي للسرطان في كل ولاية، وبوضياف يتعهد بتسليم مراكز مكافحة السرطان في 2019 وسجل إلكتروني لإحصاء المصابين بالداء القاتل. في الشأن الرياضي، أوضحت الفجر: الكاف تحسم اليوم في هوية مستضيف كان 2017، والأنظار مشدودة إلى القاهرة ابتداء من الثانية زوالا، والجزائريون يترقبون احتضان هذا العرس الإفريقي الذي غابت عنه البلاد منذ 1990.
إقليمياً، عنونت البلاد مبعوث الرئيس الإيراني مرتضى السرمدي يؤكد طهران تعول على الجزائر لوقف عاصفة الحزم، والتدخل العسكري في اليمن خطأ استراتيجي، والصهاينة وراء ترويج أخبار التشيع المزعوم بالبلدان العربية. بهذا الخبر نطوي صفحة الجرائد الوطنية الصادرة لنهار اليوم. نترككم مع هذه الرسومات الكاريكاتيرية.